بسم الله. دلوقتي مع بعض هنشوف ازاي نعمل الرندر في برنامج الارشكات. اول حاجة اعملها ان انا ادوس هنا رايت كليك واقول له 3D فيزواليزيشن، اطلع لي القايمة ديت. تمام، هاجي هنا دي الفوتو رندر سيتنج وده الفوتو رندر بروجكشن. هنا هبدأ اديله خصائص وبعد كده اقول له هنا اعمل لي الرندر. ابص على الخصائص، هنا بيقول لي انت عايز المنظر بتاعك يبقى منظر داخلي خارجي، ممكن تبدأ تعمل الكاستم، تبدأ تعدل اللي انت عايزه. انا محرك بحث اللي انت تستخدمه، انترنت ولا الماكسون ولا السكتش، هل درجة الجودة اللي انت عايزها لو ولا ميديوم ولا هاي ولا فاينل. طبعا كل ما بتعلي كل ما بياخد وقت اكتر في عمل الرندر، بس بيطلع لك صورة افضل. فالمفضل ان انا اول مرة اعملها لو، وبعد كده لما اجي اسلم اقول له لا انا عايز حاجه فاينل. اللايت تبدا تظبط اللايت بتاعك، الافكت، الانفايرمنت لو عايز تبدا تحط زي خلفيه هنا. تمام، اللوكيشن انت في انهي بلد، الساعه كام، تبدا تظبط الاعداد بتاعتك وبعد كده تقول له ايه اعمل لي الرندر بتاعي، فيبدأ يعمل رندر. تمام، وتقدر تظبط تعدل في الاعدادات لو في حاجة مش مظبوطة. ولما بتخلص خالص تقول له كلوز، فبيقول لك انت عايز تسيف اللوحة، اقول له ماشي سيفها لي. وتبدأ تسيفها مثلا على هيئة صورة بي ان جي او جي بي جي او جي اف او بي دي اف زي ما انت عايز.